انت بالنسبه لك اي دور بتلعب بحياتك الزوجيه؟ انا بالنسبه لي انا دلوقتي قاعد في البيت بعمل كل حاجه في البيت، ومراتي شغاله مدرسه لغه عربيه. شو يعني بتعمل كل شيء بالبيت؟ بعمل كل حاجه في البيت، اي يعني حاجه مثلاً؟ في البيت، اي حاجه يعني بطبخ وبغسل وبعمل اي حاجه. وزوجتك بالمقابل هي الامراه العامله؟ اه. ليه؟ شو قبل ما تقول لي بالبيت شو بتعمل بالضبط؟ اهم يعني في عندكم اولاد؟ عندي بنتين. نعم، انت بتهتم فيهم؟ بهتم فيهم. نعم. اللي خلانا نعمل كده ان هي مثلا عصبيه شويه، وما يعني خلقها ضيق شويه، وبتعملهم مثلا معامله وحشه، فانا قررنا ان احنا نتبادل الامر يعني. تتبادلوا الادوار يعني. اه هي موافقه. رح ارجع لك بعد شوي. سامح جوزيف داوود، مساء الخير جوزيف. يومياتك. يومياتك جوزيف بالبيت قد ايه بتشبه يوميات سامح بمصر؟ يعني هو يعني بيهتم بشؤون المنزل. نفس الشيء هو اللي عمله انا عم بعمله ببيتي. شو بتعمل؟ كل شيء كنت ساوي للاولاد، لانه مرتي تركتني انا وربيت اربع اولاد انا. اي ادوار بتعمل؟ الادوار اللي هو اخذها، بس الفرق انه مرتي ما بتشتغل، كانت مش عندي، بس انا اشتغل وربي اولادي الاثنين بنفس الوقت. نعم. نعم. زبيده مساء الخير زبيده. اهلا. من الاردن زبيده. عم نحكي عن يوميات الرجل، قد ايه يوميات سامح بتشبه يوميات زوجك او بتتعارض معها؟ زوجك شو بيعمل الصبح؟ شو بيشتغل زوجك؟ ما بيشتغل نهائيا، بيشتغل بالبيت، ما بيشتغل برا البيت. بيشتغل بالبيت فقط. اه وانا ما بحب الرجل اللي يخلي المراه تشتغل وضل قاعد بالبيت. شو دوره كرجل يعني؟ لا دي ما فيهاش حاجه، دي لا دي ما فيهاش مشكله. قبل ما اوصل انت شو دورك؟ انا بشتغل برا البيت، ست موظفه بشتغل. يعني انت المعيله المنزل. آه. وهو بيقعد بالبيت. شو السبب اللي بخلي يعني؟ قال جوزيف قبل شوي مرته ما بقى موجود، اضطر يقوم بهذا الدور. انت شو اللي خليك؟ هو ما بيحب الشغل، ما بيحب يقعد بالبيت، بحب انها مرأته تشتغل وتضل هو قاعد بالبيت. شو بيعمل كل النهار؟ ضل بالبيت. شو بيعمل؟ بيهتموا بشؤون المنزل؟ مش كتير، بس بيقعد. اه بحب يقعد. سامح شو بتعمل؟ انت قلت لي بتنظف وبتقعد مع الاولاد. اي حاجة بعملها، واحنا متفقين على الكلام ده، يعني مش مختلفين خالص. يعني كيف متفق انك تضلك بالبيت يعني؟ دي مش كيف مشكلة متفق يعني انك تضلك بالبيت؟ وين الرجل؟ وين يعني دور الرجل؟ يعني الناس المتحضرة يعني مو شو هو اللي متحضر انك تضلك بالبيت والست تصرف عليك؟ دي ما فيهاش مشكلة. انت جوزك متفقة مع جوزك؟ لا ما متفقة، هو ما بحب يشتغل. هو ما بحب يشتغل. لا انا كنت شغال قبل كده، بس هي مثلا احنا قلبنا الموضوع خالص، يعني ما فيهاش حاجة. كيف ما فيهاش حاجة يعني؟ هو تراضي. هو وين دورك كرجل يعني؟ المرأة تطلع وتضلك قاعد بالبيت يعني؟ في ناس شو صار دورك يعني هلا؟ برا يعني في الدول الأوروبية الناس كتير كده. في الدول الأوروبية برا، أمريكا وبريطانيا والناس معظم 80%. لا مش 80% كمان، مش 80%. 80% 85%. احنا دول عربية مش أجنبية. كتير كده. احنا أول شيء دولة عربية. عربية، احنا ما أجنبية. أنا بنبسط بهذا الموضوع إنك أنت بتشتغل بقلب البيت، عافاك وخلي مرتك عم تشتغل وبتقدم لك، بس أقل شيء اترك لها ساعتين، خذي أولادك وظهري من البيت، خليها هي تنام وترتاح من بعد ما تكون جاية تعبانة وصارفة عليك. هي أصلاً بتيجي بتبقى جاية بترتاح وبتاع، كل المناخ فاضي ليها يعني. وأنا بهنيك خواجة جوزيف عتر بيتك اللي عملت بي وام، عافاك حملت هالموقف وكنت كثير منيح بهالقصه انك تكون بي وام بشخص واحد. انا بهنيك وربيت احلى عائله واحلى اربع اولاد. ميرسي. عندنا حالتين شاذين موجودين. حالتين شاذين، انت عم تناقض حالك اللي فيها تحكي شكل وطبعهم. لا هيدي الحاله شاذه، والحاله شاذه، هي الحاله الصحيحه. نعم. هاي الحاله الشاذه اللي عم تقول اذا جوزها راح تشتغل دقيقه ليه حاله شاذه؟ بيناتهم الحالتين شاذين. هاي الحاله صحيحه. انا لو مرتي مريضه انا بشتغل عنها، بس مرتي صاحه وما بها شيء لا بدي اشتغل عنها. بس جوزها بيقعد بالبيت وهي بتروح تشتغل، وين العداله؟ وين الرجوليه؟ وين الانوثه؟ ضاعوا اثنيناتهم. لا دقيقه 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 بس دقيقه بس دقيقه ما بتعرف تحكي. ليه ضاعت الانوثه؟ ليه ضاعت الانوثه؟ بس هيدا ماتت مرته. دقيقه ليه ضاعت الانوثه؟ بس دقيقه نظيره، ليه ضاعت الانوثه اذا امراه اليوم هي عم بتعيل عائله؟ انا جوزها حب يقعد بالبيت. ضاعت الانوثه. ليه ضاعت الانوثه؟ لانه هو محسوبك قاعد بالبيت
عرفت كيف؟ وما بده الا يشتغل رقاصه وهي اللي عم تشتغل. اذا بدنا نحترم الهوا شو رايك؟ معلش معلش بدنا نحكي كلام اذا بتريد كلام نحترم الهوا. اذا كان مسيء انا بعتذر عنه، اذا انا بسحبه. نعم بس انا ربيت اولاد مهندسين على راسي، بس حالي شاذة مش منيحة. نحن عرب ولا نحن عرب ولا شو؟ نحن شو؟ هو كرجل راح دوره. زبيدة زبيدة، ليه المرأة بتقبل إنه تقول لجوزها بدك ترتاح ارتاح وأنا راح أشتغل؟ ليه ما بتقول له لا أتحمل مسؤوليتك؟ ما برضى. شو تسوي له يعني؟ تضربه؟ ما برضى يعني؟ ده تخرب بيتها أولادها يتشتتوا بالشوارع. يعني حالي شاذة، أنا ما دخلني بتضربيه أو ما بتضربيه، بس حالي من فيه. إذا كان الرجل ما يستاهل شو بدك؟ أنا مش مشكلتي تضربيه أو تحبيه. الرجل زوجك زوجك زبيدة كيف كان يحصل على مصروفه؟ مين بيعطي مصروفه؟ من البيت يعني. اي زوج، اي انا مش زوجي، اي زوج بيقبل لمرته تشتغل هذا مش رجل. على راسي انت مضحي، انت مضحي، مش ذنبي انا، بس هو حالي شاذه، هيدي حالي ما منيحه. زبيدة كيف كان يجي زوجك يطلب منك المصروف؟ انا كنت اصرف عليه وعلى اولاده، شو اعمل له يعني؟ عظيم. بس هو زبيدة لما المرأة بتصرف، لما المرأة هي عندها، هل بتصير السلطة قلب البيت؟ لا، بتصير السلطة للزوجة مش للزوج. الزوج بيفقد رجوله. أحسنت، هذا اللي عم بحكي أنا، هذا اللي عم بحكي أنا. قالتلك هو فقد رجولكم. أنا بس خليني أسمع تيما. تفضلي تيما. بس فقد رجوله. إذا بتريد يا عدنان خليني أسمع تيما. يعني انه ما بعرف يعني كوني او لا تكوني، يعني يا بتكون كل شيء، يعني يا بتكون الامنة النهية انه بالبيت وهو بده يقعد ويتستت، يا اما عد وما ما بتكوني كل شيء، انه ما بقى في حل وسط، عملون حالي شاذة. ما بقى في مشاركة. وين المشاركة؟ وين المساواة؟ وين العدل؟ وين نحن؟ انا ما شفت الحالة يعني فيها مساواة. شفت الحالة يا انا مرأة بالمطلق، انت مرأة على راسك حالة فيها مساواة. ما بده هذا الرجل كمان يدعمني، انا بلغي ما بدي اياه من الاساس من حياتي، وبعيش حياتي لانه فيه بلا عايشة. لو كانوا متفقين هي وياه اوكي، هو بحب يضل قاعد. سامح متفق، سامح متفق مع مرته، متفق مع مرته، لا لا متفق يقعد بالبيت. معلش بس انت اليوم، انت اليوم معقول انه على اي سبب انت متفق تقعد انت ومر، انت بتقعد ببيت ومرتك بتشتغل؟ على اي سبب؟ احب اقول بس الاستاذ عدنان شو السبب؟ ما تقول اسعد شو السبب. لا لا معلش بس بعد اذنك، بس هشوفه. بس هو بيقول مثلا انت مش راجل كده، مش راجل. اذا إيه انا لو مش راجل ضيعت حقك. لا لا انا ضيعت حالك. انا لو مش راجل، انا اول ما اتجوزت كنت بشتغل مدرب تنس. نعم. وكانت مراتي خطيبتي. اول ما اتجوزت لو انا مش راجل كنت ما كنتش خليتها عارت من الشغل، صح؟ نعم. ولا غلط؟ لكن انا خليتها عارت من الشغل وبدات انا شغال عادي زي ما انا. ايه بس اليوم لما حصلت مشاكل في البيت بسبب الاولاد وكده، هي عصبيه معاهم شويه، فاضطريت ان احنا نقلب الامر. هي مصالحها وانا موافق. لا نعم. بالعكس، وبحب اقول للاستاذ عدنان انا راجل، يعني مش غلط انه الرجال يشتغل بالبيت ويساعد مرته، مش غلط ابدا. مش غلط يشيل صحنه اقل شيء على الطاوله بس يتغدى ويحطه بالمجلس. مش غلط في ايه؟ مش غلط ابدا. بس غلط يلغي دوره كرجل. ايه اكيد. انا هو يلغي دوره كرجل، اثنيناتهم بدهم يشتغلوا. بس عطوني دوره كرجل هون عم بتغطي، يعني صرنا مش عادل ولا عاقل ولا شيء. لا ده يعني ده متفقين، ده يبقى اسلوب متحضر بعد اذنك. اي متحضر؟ هذا متحضر. هلا سامح بدي اسالك سؤال بغض النظر عن هذا الحديث. لما يكون الرجل بيقعد بالبيت ومتفق مع زوجته، زوجته هي اللي بتشتغل، هي اللي بتعيله، يعني زوجتك هي بتعطيك مصروفك اليوم، كيف بتصير العلاقه بينه وبين زوجته؟ ممكن الزوجة بتضلها بتشوفه هذا الرجل اللي عنده سلطته اللي بدها تشارك هي وياه القرار، او بتصير مثل ما قالت زبيدة قبل شوي السلطة إلي وما بقعد في الشراكة؟ الرأي رأيي برضو، هي بس كل اللي اختلف اللي هي بتشتغل وانا اللي قاعد في البيت. انت وين بيصير هذا الرأي؟ وين بيصير؟ خليني يحكي، اذا خليه يحكي. نعم كل حاجه في البيت برايي انا. نعم. هي ما بتمشيش رايها خالص، هي بس مش اكتر ما هي بتشتغل. ممكن زبيدة تكون المراه هي اللي بتشتغل واللي بتصرف والرجال هو يقرر بالبيت، يعني بتصير هالشيء؟ لا انت كيف تنظري الى زوجك؟ يعني ادام متفقين مع بعض خلاص، اذا بتقبل لحاله يقعد بالبيت خلاص. الاعتماد على الزوجه شو بيترك لك ايضا من كيانك؟ مفهوم الشراكه بين الزوجه والمراه. كيف تتشارك اليوم انت مع زوجتك؟ كيف اليوم تقول انا باخذ، يعني ما عم بفهم، انت بدك تاخذ القرارات وهي بدها تشتغل وتجيب مصاري. دي ما فيهاش مشاكل خالص، انا بالنسبه لي دي ما فيهاش مشاكل خالص. نعم. هو كل اللي حصل اللي هي بتشتغل وانا قاعد، دي ما فيهاش اي مشاكل بالنسبه لنا طالما احنا يعني احنا متفقين مع بعض خلاص، دي ما فيهاش اي حاجه. شو رايك يا رائد بالسلام؟ يعني شو رايك باللي عم بقوله سلام؟ متفق؟ عم بتقول هي العلاقه بتاثر بينها وبين زوجها وبتصير بتشوفه اساس بالمنزل، هو عم بيقول انا متفق وما انا متفق مع زوجها، انا بدي اقعد بالبيت. هي راضيه وانا راضي. هذا هو راضي وهي راضي اوكي، بس اذا انا على رايي الشخصي خليه يلبس كان تنوره ويقعد بالبيت. ليه؟ البس ايه؟ ليه 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 بدي اقول؟ اتفقت معه.
اتفق معك. لا ما بيصير. بس سؤال لريت، لريت ليه بده يكون هذه الادوار نمطيه انه المراه حكما هيك والرجل حكما هيك؟ اذا في شراكه المراه بتشتغل والرجال بيشتغل. نعم حرام يفقد دوره بالحياه، فقد شخصيته، فقد رجوليته. لا فقد ما فقدتش اي حاجه على فكره. سوري انت معلش بعد اذنك ما فقدتش حاجه. لا معلش بس انت عم بتطالبه، بس عم بتطالبه بالحاجه للام. انا بقول بس انت عم انا حنين معاهم برضه. معلش انا بقول عن حالي، لو كنت بعدني صغيره وبدي اتجوز بتجوز تصير ام، لان الام احسن شيء بالحياه بتحسه المراه. لشو الرجال بعد الوحده ما تكبر وتجيبه؟ لشو تعينه وتنظف له وتغسل له وترتبه؟ لشو الرجال؟ المشكله كده يعني؟ لا لا مش غلط. رجوليتك بالحياه. لا ما فكرتش اللي قلتي. لا سوري انت، انا ما فكرتش اللي قلتي كده خالص. مرتك من عصبيتها وكمان تشتغل وتساعدك. لا هي راضية بقى، بس هي بس انت الولاد عم بتطالب بالمساواة يعني بين الرجل والمرأة. اليوم ليه ما ايضا بتقولي لازم يكون في مساواة بالادوار الاجتماعية بين الرجل والمرأة؟ ممكن الرجل يعمل هيك والمرأة تعمل هيك. لا بس دوره لا لا انا ضده. لا دوري متحضر. هو لغية اجتماعية. نعم. لا دوري متحضر. هو لغية اجتماعية. لا لا دور متحضر. بمجرد انه يمنعها انه تظهر برا البيت، انه تظهر على العمل، معناتها انت ما لك دور بهالمجتمع. خلص دونك قاعدة بالبيت. طب هيدا كمان مش ممكن. انا ما بأيده. انا بأيد الفكرة انه الرجال يقعد يشتغل بالبيت. مش كل انت اعمل من الرجل عم تحكي هالكلام وانت مقتنعة. انا مقتنعة 100% انه الرجال مثله مثل المرأة، لازم يشتغل. هي برا وهو برا، بيجوا على البيت. ما قلت لي لا بفلفل الرز بيطبخ بيجلي بيضبط وبتقابله بتعمل مثله وبيروح بالزباله كمان. لا ما بكبش الزباله. لو نبيل هون بدنا نبيل. نبيل شو رايك بكلام نظيره؟ بتقبل بهالكلام؟ عم تقول للرجل يعني في امور ما لازم يعملها، يعني لما الرجل مرته بدها تخرج وتعينه بالشغل مش اقل شيء يعينه بعمل البيت؟ مين بيعمل له عمليه اجهاض؟ شايف كيف؟ انا بقول المؤسسه، ما دائما عم نقول نحن الزواج هو شراكة، شراكة تفهم. الشراكة تكون بكل شيء.